في لبنان أمس رعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إطلاق حملة صيف لبنان، وهي حملة لوزارة السياحة لدعم القطاع. هذه السنة الحملة تحمل اسم أهلبها الطلة، وهي اسم أغنية شهيرة للراحلة الكبيرة صباح. وبالمناسبة وزارة السياحة هذه عادتها، فهي كل سنة بتطلق حملة وبتعطيها اسم أغنية، وخلال كلمة نجيب ميقاتي علق على موضوع اختيار أسماء أغاني كشعار للحملات السياحية، وكانت له تمني ودعوة ودندنها للحضور كمان. معالي الوزير، أنت اخترت الشعارات تعيتك من أغاني لبنانية وطنية. هديك المرة أول ما طلقت الحملة قلت منحبك يا لبنان، مظبوط؟ منحبك يا لبنان بجنونك وبشمالك وبجنوبك. واليوم أهلا بهالطلة كمان، لا صباح بعدين، أهلا بهالطلة أهلا. بتمنى وبتمنى منكم كلكم تدعوا معي إنه ما نوصل، إذا عم ندلنا ناخد الأغاني كشعار، ما نوصل على كلمة على العصفورية خدني يا بي على العصفورية. شكرا لكم. طيب للي ما فهم، للعصفورية عند أخواننا في بلاد الشام بتعني مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وعلى العصفورية هي أغنية مشهورة للفنانة الراحلة صباح. عموما هذا المقطع استلموه اللبنانيين، وهذه عينة متعلقاتهم.